مراكش اللي طلبت انها كتستعمل واحد الوصفه للزياده في الوزن. خدات 10 دراهم الصوجا مع 10 دراهم ديال الزنجلان، حمراتهم وطحناتهم، كتاكل معلقه صغيره مع الحليب في الليل ومعلقه كبيره في الصباح. دكتور عين، فماذا بيا هذه الوصفه؟ غادي تزيد عليها واحد جوج معالق كبار ديال الزبيب، وغتزيد عليها 3 معالق كبار ديال الكاوكاو مقلي. دونك غادي تطحن هادشي كامل في الخلاط، تسد عليه في واحد القرعه اللي ما كتدخلش شي هاد الشمس. ماشي مشكل ان تاخذ معلقه كبيره، غير هي تاخذ معلقه كبيره وتخلطها مع ياغورت طبيعي، مع كاس ديال ياغورت طبيعي، وتاخذه مره واحده في النهار، وفي الليل تاخذ معلقه كبيره وتشربها بالحليب، ماشي مشكل. اذا هذه وصفه مزيانه اكيد. زائد انها دير زيت بذور العنب كمساج في بعض المناطق اللي غتبغي تزيد فيها. زيت بذور العنب، هذا زيت بذور العنب تقدر تستعمله فاطمه الزهراء تسويره لكبير الصدر والوجه. فوالا، يعني عطيتو هذا الزيت لانه يمكن تستعمله يعني بجوج بهم، يعني لا بالنسبه للاخت ديالنا من الصويره ولا في مراكش، فبجوج بهم يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفه وغادي تعطيهم واحد زياده في الوزن. هذا زيت بذور العنب متواجد؟ كاين، موجود في الصيدليات، شي بالصيدليات، ويعني ما كاينش مشكل. نعم. غزلان من الصويره اللي كتقول انها كيوقع عليها يعني بعد ازاله الشعر. نعم. كتوقع عليها دوك الحبيبات اكيد. وهنا واحد المساله هو استعمال الالات الحاده في ازاله الشعر، وخاصه في بعض المناطق الخاصه، فهذا الشيء ممنوع منعا كليا. علاش؟ لان خاص تردوا البال، راه الالات الحاده في بعض الحالات كيكونوا فيهم بعض المعادن، يعني بحال التيتانيوم، بحال النحاس، بحال الحديد. الا لاحظتوا ان بعض المرات ان حتى الا خلاهم الانسان غير في، يعني كنهضر على الرجال مثلا، كيحسنوا وجههم كيحطوا داك الاله اللي باش كيحسنوا غير شويه في الرطوبه كتصدي. اذا هنا دليل على ان الالات فيهم واحد النوع من الحديد. فاستعمال الالات الحاده وخاصه في المناطق الخاصه حذاري ثم حذاري، وممنوع منعا كليا، لان كيمكن تعطينا مضاعفات، كيمكن تعطينا مضاعفات يعني في على المستوى ديال الهرمونات ديالنا. استعمال يعني الحديد، ان دوك المكونات ديال الحديد اللي كيمكن تعطينا المضاعفات. وهنا الالات الحاده كذلك، حيت عندها استعمال العشوائيه، فكاين بعض الالات الحاده اللي كيكونوا خاصين، ولكن كما كنقولوا حنايا الانسان الحضار ثم الحضار. وقبل ما نبداو كاع نستعملوا اي حاجه لازاله الشعر، فانا كنصح اننا دائما نمشيو عند واحد المختص مره واحده في الحياه، نشوفوا النوعيه يعني ديال البشره ديالنا، وديك الساعه باش هادشي كامل باش نحافظوا على الصحه ديالنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.